الصورة هي فن حبس الزمان والاحتفاظ به في إطار ثابت. هذا قد يكون مصطلح من مصطلحات تعريف الصورة، واللي يشمل تعريفات كثيرة. في رحلتنا اليوم بنعمل تجربة نقوم فيها بتوثيق عدة لحظات تسرد وقت طويل من الزمان في عدد قليل من الثواني. ما ذكرته هو تقنية تصوير شهيرة سنحاول تقديمها لكم من خلال دورة الحياة في المدينة الساحرة، مدينة عدن. تتواصل الرحلات وتتعدد الأساليب، لكن المدينة واحدة. هذه المدينة اللي ممكن تعطيك تنوع كبير جداً في التصوير الفوتوغرافي، تفتح لك رؤية أبواب علشان تقرب أساليب جديدة. في هذه الحلقة بنعود لزيارة أماكن قد زرناها من قبل وربما التقطنا فيها كمان كثير من الصور، لكن زيارتنا هذه المرة وعودتنا لها هدف التقاط التايم لابس. قصر السلطان العبدلي أو قصر البراق يقع بمدينة كريتر وبالتحديد في حي الروزميت. اكتمل بناؤه عام 1918 من القرن الماضي. كان مخصصاً لسلطان السلطنة العبدلية في لحج عبد الكريم العبدلي، وتم تصميمه على الطراز التركي، ونفذت أعمال بنائه الشركة الهندية والتي جلبت عمال البناء والمهندسين، وعمل السلطان لهم منازل للإقامة في منطقة القطيع القريبة من القصر. من أمام قصر السلطان اخترت أني أصور بعدسة زوم علشان أقترب من تفاصيل القصر بقدر الإمكان. حركة الغيوم اللي بوثقها وتتحرك حول القصر هي اللي بتعطينا الإيحاء التاريخي اللي وقف عليه هذا القصر في هذا المكان مع مرور الزمان لكل هذه العقود. حالياً ممكن أعطيكم نبذة تقنية عن اللقطة اللي بناخدها. وأول الاحتياجات اللي مثل ما تكلمنا سابقاً في الاستوديو هو الستاند الثابت اللي بيساعدك بشكل كبير جداً إنك تلتقط التايم لابس. بعدها كده ضبط الإعدادات مع مراعاة سرعة حركة العناصر اللي موجودة وإيش معك موجود في الكادر. أما بالنسبة لوضع التصوير الخاص في الكاميرا فيختلف على حسب التوقيت اللي أنت تصور فيها التايم لابس. ممكن يكون التايم لابس مثل هذا الوقت الإضاءة ثابتة وما بتتغيرش لمدة ساعات طويلة، فيستحسن أنك تستخدم التصوير بالوضع اليدوي أو المانوال. هذا التصوير اللي معظم المصورين يستخدموه بتصوير الفوتوغراف اليومي، وهو الوضع الأنسب لتصوير الصور الفوتوغرافية. لكن في حالة كنت بتصور تايم لابس متغير الإضاءة، شروق إلى يعني الفجر إلى الشروق أو العصر إلى الغروب، فهنا بتكون في أوضاع تانية بنتكلم عليها في وقتها.
حسب خطة اليوم اللي كانت من المفترض ان احنا نصور فيها مشهد متكامل مع الغيوم، لان احوال الطقس ما كانتش بجانبنا، فقررنا ان احنا نحول او نغير المكان والموقع ونلتقط حركة السيارات في واحد من اكثر الشوارع ازدحام، الشارع الرئيسي للمعلا. زاويتنا اللي نحن فيها حاليا اخترناها بسبب وجود اكثر من مدخل للسيارات، ده الشيء اللي بيعطينا احنا حركة كبيرة ممتازة توضح لنا ازدحام وزخم هذا الشارع. اخترنا زاويتنا اللي بنصورها، ضبطنا اعداداتنا، كمان جهزنا كل حاجه محتاجينها عشان نبدا التايم لابس. فكرتنا في التايم لابس هنا ان احنا نخلي الجيمبل يرفع الكاميرا من الاسفل الى الاعلى، هذا الشيء بيظهر لي ارتفاع المباني اللي في الشارع الرئيسي وكمان العمق اللي موجود معي مع حركه السياره. جيت لهذا المكان علشان اخذ منه راحة بسبب قوة الشمس اللي موجودة في مكان التصوير، لكن شدنا هذا الجدار اللي خلفي واللي مصنوع او مبني من الحجر الشمساني، واحد من رموز الطابع العدني والجو المعماري للمدينة. هذا الحجر يمثل قوة البناء وقمة قوة العمارة في مدينة عدن ولأهل المدينة نفسها، لكن بالنسبة لنا المصورين فهو يمثل بشكل كبير جدا مرور الوقت من حقبة إلى أخرى، هذا الشيء اللي أنا متأكد إنه بيخليه موضوع ممتاز جدا لبقية رحلتنا. وبعد 40 دقيقة قدرنا نتحصل على مجموعة صور بتعطينا احنا التايم لابس اللي ممكن يظهر المشهد الأول أو اللقطة الأولى لدخولك لشارع مدرم أو الشارع الرئيسي. الآن بننتقل إلى مكان آخر وكمان منظور مختلف بنظهر فيه حركة السيارات لكن بزاوية مختلفة. من المقسم اللي موجود خلفي أكيد عرفتم المكان، جولة الفل، واحد من أكثر الأماكن ازدحام في مدينة عدن، وهذا الشيء اللي يخليها غاية لكل مصورين التايم لابس. الآن أنا عندي الحركة بكل أنواعها، ناس، سيارات وغيوم، كل اللي علي أني ألاقي مكان مرتفع أقدر أخذ منه زاوية توثق لي المكان بشكل كامل. لازم تضع في اعتبارك تكوين المشهد، خذ وقتك في تحديد المشهد عشان التكوين ضروري جداً لنجاح أي صورة أو مقطع فيديو، والتكوين معناه تركيب العناصر المختلفة المراد تصويرها داخل إطار الصورة بحيث تمثل تناسق وتوازن لعين المشاهد. لأن تقنية التايم لابس معتمدة على مرور الوقت، فهذا الشيء معناه أنك بتلتقط عدد كبير جداً من الصور، هذا الشيء اللي يلزمك انك تهتم بنظافة ادواتك باكبر شكل ممكن. تنظيف العدسة وحساس الكاميرا قبل التصوير مهم جدا علشان تتجنب اي بقع موجودة على الصور. عملية التنظيف ممكن تاخذ منك وقت كبير جدا، عشان كده اختصر على نفسك التعب ونظف الادوات قبل ما تبدا التصوير.
كريتر المدينة العتيقة هي عدن الأصلية والأولى، لذا من الطبيعي أن تكون أغلب مبانيها تشكل هوية عدن المعمارية المتفردة. من الجيد توثيق الطراز المعماري للمدينة بهذه التقنية. يظهر خلفي أحد المباني الكبيرة في مدينة كريتر، واللي مبنية باستخدام الحجر الشمساني، هذا الحجر اللي حاز على لقب سيد البناء. زي ما أنتوا شايفين أشعة الشمس ساقطة عليه حالياً، والظلال بتتحرك معي بشكل جميل جداً في لقطة التايم لابس. تتميز مدينة كريتر بطرازها القديم الذي يميزها عن باقي مدن اليمن، فالمباني العدنية القديمة تتكون من عدة ملامح، أهمها الحجر الشمساني المنحوت باليد، والنوافذ الخشبية المصنوعة بطريقة تلائم مناخ المدينة، والقمريات الخشبية المميزة بزجاجها الملون، واللي تختلف كلياً عن القمريات القصية، ثم الشبك الخشبي الذي يغطي النوافذ والأبواب والمشربيات. الحجر الشمساني هو أبرز ما يميز المنازل القديمة، ويستخرج من جبل شمسان الذي يكتنف مدينة كريتر من جهة الغرب، واسم الحجر العلمي إنديزايت، وهو حجر بركاني يعرف بقوته وصلابته وعدم تأثره بالرطوبة. للمباني في مدينة كريتر وصفة مميزة، مكونات رافقت الحجر الشمساني في تلك الحقبة من الزمان. هذه المكونات كانت عبارة عن ياقور وأخشاب مميزة تتميز بصلابتها، وكمان خلطة البوميس اللي سبق وتكلمنا عليها، وحتى زرنا الكهوف اللي كانوا يستخرجوها منها. لكن كان دائماً المكون الأساسي والفريد واللي أعطى لهذه المباني جمالها هي الروح العدنية. يستخدم أيضاً في البناء العدني خلطة البوميس المسمى بالخلطة الرابطة، وتعرف أيضاً بخلطة الملاط. رجعنا للمنارة، لكن هذه المرة بمهمة مختلفة تماماً. أجينا نصور مرور الوقت بتقنية التايم لابس، والشيء اللي ساعد نحن وكنا محظوظين فيه وجود هذه المنارة التاريخية بجوار منارتين تعتبر من العصر الحديث. هذا التباين الزمني بيعطي نحن تجسيد رائع جداً لمرور الوقت في المشهد. نصيحة ذهبية: صور أكثر مما تعتقد أنك بحاجة إليه، وتذكر أن معظم مقاطع الفيديو يتم تشغيلها بمعدل 24 إطاراً في الثانية، لذلك بتحتاج إلى الكثير من الصور. ولأن التقاط تفاصيل المنارة بشكل منفرد غير كافي لإظهار المشهد التاريخي اللي موجود أمامنا، فعشان هكذا بنلتقط زاوية أخرى تظهر لنا المكان بشكل كامل وحركة الشارع مع المنارة. بالرغم من احنا في شارع مزدحم وفي حركة كبيرة جدا، وقادر انك تطلع بزوايا كثيرة تظهر حركة الشارع والزحام اللي موجود مع المجلس التشريعي والساعة اللي موجودة في هذا الشارع، الا انه احيانا بتحتاج انك تبدع شوية في الزوايا وتختار منظور مختلف يبين لك العناصر بطريقة مختلفة. ارتفاع الساعة اللي موجود هنا
وتوازيها مع المجلس التشريعي. هذه القطعتين الأثريتين من النمط الفكتوري شكلوا لي لوحة فنية حبيت أني أخذهم منفردة مع السماء. حركة الغيوم الآن مع الساعة والمجلس التشريعي بزاوية واسعة تقدر تقول تأطير أثري للآثار اللي موجودة في هذا الشارع. بعد هكذا ممكن أني أنتقل إلى الشارع وأخذ زاوية واسعة تظهر لي حياة الشارع. ومن النصائح المهمة اللي ممكن تفيدك أثناء تصوير التايم لابس هي إعدادك المسبق للتايم لابس والفوكس. حاول أنك ما تصورش، أو بالأصح لا تصورش أوتو فوكس أثناء تصوير التايم لابس، وكمان اضبط الوايت بالانس مسبقا وخليه ثابت على قيمة معينة. هذا الشيء بيعطيك إضاءة متناسقة وكمان لون متناسق في لقطات التايم لابس الخاصة فيك. على تل جبلي صغير يسمى تل النقش، بنيت كنيسة سانت ماري قبل أكثر من 150 عاماً، وتم افتتاحها رسمياً عام 1871. خصصت كنيسة سانت ماري للطائفة المسيحية البروتستانتية التي كانت تسكن في عدن. كان بناء الكنيسة على الطراز الفكتوري والتي تميزت به مباني مدينة عدن، فلا زالت الأحجار الشمسانية متشابكة فيما بينها يربطها مع بعضها البعض خلطة البوميس، ولا يزال جرس الكنيسة يداعب الرياح العاتية. السقف الثلاثي الشكل هو الآخر يضيف للمكان رونقه الخاص. النوافذ المستطيلة المنتشرة حول الكنيسة تسمح بدخول أشعة الشمس من كل الاتجاهات، مضيئة بذلك أركان المبنى. البحث والتقوال واحدة من أهم الخطوات في تصوير التايم لابس. هذا الشيء بيساعدك بشكل كبير جداً في انتقاء مواقع فيها الحركة الملائمة اللي بتعطيك نتائج مرضية. حالياً أنا متجه إلى ساحل أبين، واللي كلنا عارفين إنه واحد من أكثر السواحل ازدحاماً في عدن. تصوير التايم لابس واحد من الأنماط اللي يأخذ وقت طويل أثناء التقاطه، علشان هكذا لازم أنت تكون محضر نفسك قبل الذهاب إلى مكان الالتقاط، يعني تأخذ احتياجاتك من الغذاء وكمان الماء، تكون متحلي بالصبر وتعطي الوقت الزمني الكافي لالتقاط مشهد التايم لابس. وبالإضافة إلى أنه لازم تفهم أنه معظم الأشياء الجميلة تطلع من نقيضها، فعلى قدر الملل والانتظار اللي قد تشعر فيه أثناء تصوير التايم لابس، اعرف إنه النتيجة بتكون مختلفة تماماً، مليانة حياة وزخم. حالياً نحن في ساحل أبين. هذا الساحل اللي يمتاز بمكانة كبيرة جداً عند أهالي مدينة عدن، حتى زوارها كلهم يتوافدوا إلى هذا الساحل علشان يستمتعوا بالوقت الجميل والأجواء الجميلة لهذا المكان. هذا الزحام اللي اليوم أنا بوثقه بتقنية التايم لابس واستخدامي للعدسة الزوم اللي انتم شايفينها حالياً علشان أضغط الكادر بقدر الإمكان وأحصل على أكثر كادر مزدحم ممكن أطلع فيه في الساحل. Thank you.
مثل ما قلنا سابقاً أنه مدينة عدن تزداد جمال أثناء المساء. حالياً أنا عند المجلس التشريعي لهذا الشارع بيعطينا الحركة الليلية المناسبة لالتقاط مشهد تايم لابس، لكن بنستخدم تقنية مختلفة شوية عشان نضفي إيحاء للحركة. أكثر حاجة أحبها في هذا الشارع سهولة وحصولك على زاوية مناسبة لالتقاط صورة، وبالنسبة لي التقاط التايم لابس هنا بيعطينا نتائج جميلة جدا. حركة السيارات في الليل خليك تستخدم تقنيات الشتر البطيء أو السلو شتر، هذه التقنية اللي بتخلي أضواء السيارات اللي تمر تبان كأنها طيف ضوئي يتحرك بسرعة كبيرة جدا وسط هذا الشارع. اللايت تريل أو الأثر الضوئي، بسبب بطء حركة المستشعر وسرعة حركة السيارات أمام الكاميرا يتسجل الضوء على شكل طيف ضوئي يمر في وسط الصورة. هذا الأثر أو الطيف الضوئي اللي معانا يعطي إضفاء للحركة الكبيرة والمزدحمة لهذا الشارع. يمر الزمن سريعاً وأمامنا على الشاشة، هذا ما تحاول أن تحكيه تقنية التايم لابس، إنها القدرة العجيبة لتوثيق هذا السريان للزمن. عدن واحدة من المدن اللي تمتلك زخم كبير في شوارعها، ولابد في كل شارع من أنه يكون له زخمه الخاص وكمان زحمته الخاصة. هذه الأشياء نحن لنا المصورين عبارة عن فرصة ننتهزها عشان نلتقط أنواع تصوير مثل التايم لابس. واحدة من أجمل الأماكن اللي ممكن تأخذ فيها تايم لابس هي من أسفل المجلس التشريعي، ممكن أنك توثق فيها حركة السيارات المستمرة والزحام اللي موجود فيه وتطلع بنتيجة كويسة. الآن بننتقل إلى فقرة التعديل وبناخذ لفة عن كيفية تعديل التايم لابس وتجهيزه. بعد انتهائك من التصوير تقوم بنقل الملفات من ذاكرة الكاميرا إلى الكمبيوتر، بمجرد ما تنقلهم تقوم بتحديد كل الصور اللي صورتهم وتنقلهم مباشرة إلى الفوتوشوب. يفضل دائما أنك تكون مستخدم صيغة الرو لأن ده الشيء بيسهل لك بشكل كبير أنك تعدل الصور. قائمة الرو تتيح لك الفرصة أنك تعدل على صورة واحدة، وبعدها كده تقوم بتنسيق التعديل نفسه على كل الصور الباقية. من المهم جداً أنك تخلي تعديلاتك بسيطة وعلى الإضاءة والألوان، وتتجنب استخدام البرشز وأدوات الماسكينج. بمجرد ما تفتح الملفات تبدأ تشتغل على التعديل الطبيعي والنمطي للصور، تقوم بتعديل الإضاءات مثل إنزال الهايلايت وتحسين الكونتراست، وإذا كانت معاك زوايا مظلمة ممكن تساعد في إظهارها برفع الشادوز. إنزال البلاكس ممكن يضيف لك كمان تباين جميل في حال رفعت الشادوز، وإذا حبيت أنك تضيف كلاريتي للصورة من الممكن أنك تضيف البعض من الكلاريتي. أما بالنسبة للألوان، إذا كنت ضابط الوايت بالانس بشكل سليم فبتحصل على ألوان صحيحة، وبمجرد ما تعدل على الفايبرنس بتشوف أنه بدأت الألوان تظهر معاك بشكل أفضل. أنا بحاول أخلي تعديلاتي بسيطة على قدر الإمكان علشان أحصل على مشهد طبيعي واقعي للمكان اللي التقطناه. وبعد الانتهاء من تعديل الصورة لازم انك الان تزامن هذا التعديل على باقي الصور علشان يكون التايم لابس تبعك بنفس النسق. فكرة المزامنة بسيطة جدا، مجرد 3 أزرار تضغطها وانتهت العملية. تتأكد اولا انك محدد على الصورة اللي كنت تشتغل عليها وتختار خيار النسخ اللي هو كنترول سي، بعدها كده تقوم بالتحديد على بقية الصور من كنترول A وتلصق التعديل عبر الضغط على كنترول V. كده تكون انتهيت من مزامنة التعديل على صورك. الآن تقوم باستخراجهم إلى ملف خاص ونقلهم إلى البريمير. تكلمنا مسبقاً أن التايم لابس له خصائص من الفيديو، هذه الخصائص تحتاج حتى لتعديلها واحدة من برامج تعديل الفيديو اللي هو الأدوبي بريمير. نقل الصور إلى البريمير يتم عبر طريقتين، إما أنك تفتح الفايل وتختار خيار الإمبورت أو تختصر هذا بضغطك لكنترول I.
تفتح ملف التايم لابس اللي اشتغلته الجاهز وتضغط على أول صورة، وفي تحت بتلاقي Image Sequence، اضغط صح على هذا المربع واعمل Open. وبعد ما تنتقل المواد إلى البرنامج تكون في خانة البروجكت، كل اللي عليك إنك تنقر عليها وتسحبها إلى خانة السيكوينس. الآن معك التايم لابس موجود أمامك وجاهز إنك تعمل له رندر أو تصدير. وعلشان تصدر الفيديو إلى خارج البريمير تضغط على زر الأعلى عشان يوديك إلى بداية الفيديو، وتضغط زر الآي، بعدين تضغط على زر الأسفل عشان ينقلك إلى نهاية المشهد، وتضغط زر الأو، وبكده تكون حددت المقطع علشان تبدأ عملية التصدير. عملية التصدير ممكن نختصر الموضوع بأننا نضغط كنترول M، بيعطيك مباشرة إعدادات التصدير اللي أنت تحتاج إنك تصدر فيها، اختر إعداداتك المناسبة وبكل بساطة اضغط على Export. وبكده تكون استخرجت التايم لابس الخاص فيك وجاهز للاستخدام. أتمنى أنها كانت رحلة جميلة وأكون أفدتكم بمعلومات مفيدة. نشوفكم بحلقة جديدة وتجربة جديدة.